هذه الفوقة الدستورية، يعني لا في برلمان بيراجعها ولا في زول بيقدر يصلحها. علمانية تكون قاعدة مجبرة على أبناء الشعب السوداني، وما رافضين نحن العلمانية، وأنا ما رافض العلمانية، وأنا ما رافض العلمانية، لكن طرق العلمانية عندها طرق معينة يا شباب. أنت عايز العلمانية؟ أنا عايز العلمانية. طيب أنت بترضى إنه تجبر الشعب السوداني على علمانية؟ أنا والله ما بجبر، أنا زول ديمقراطي وبدعو إلى الديمقراطية. طيب أوكي، الطرق بتاعت الديمقراطية بتقول شنو؟ بتقول إنه لابد من استفتاء الشعب السوداني. دي الديمقراطية بتقول كده؟ دي الديمقراطية بتقول لابد من استفتاء الشعب السوداني. تستفتي الشعب السوداني؟ تشوف رأي الأغلبية دارة شنو؟ مش ده الصح يا شباب؟ مش دي الديمقراطية؟ جيب الشعب السوداني ده كله قول يا شباب، يا الشعب السوداني، عبد العزيز الحلو عايز العلمانية، ودي ورقته علمانية، وما عارف فصل الدين على الدولة، وما دارين دين إسلامي، وما دارين مناهج عنده علاقة بالدين، وما عارف وين وين. يلا يا شعب انت رأيك شنو؟ استفتاء مدته 10 يوم أو 20 يوم، تشوف رأي الشعب السوداني بوش شنو؟ هل احتمال الشعب السوداني يقول لك انا عايز علمانية؟ لكن لما الشعب السوداني عن طريق استفتاء يقول لك نعم انا اريد العلمانية، ما في سلب ادبي بيتكلم، ما في زول، بتكفل الابواب لكل الفتن، بتكفل الابواب لكل الفتن. والشعب السوداني ما ناقص فتن، الشعب السوداني ما ناقص فتن، لكن لما تعمل بالطريقة الصحيحة ما في زول بلومك، ما في زول بيقول لك والله انت فرضت على ابناء الشعب السوداني، ولا في زول بيطلع بيتكلم بقدام بيقول لك والله انا فرضوا علي حاجه. كان في استفتاء، وهذه الديمقراطيه بتقول كده. انت ليه رافضين الديمقراطيه؟ زي الكفار في عهد الجاهليه. الكفار كان شنو؟ اول منافقين كان بيقول لك شنو؟ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. منافقين زمان كانوا بيؤمنوا ببعض الايات فعلا، يعني بيؤمنوا بآيات الصلاة مثلا أو بآيات غض البصر، لكن آيات الخمر ما بيؤمنوا بها. بيمشي يقول لك والله العظيم يا أخي إن شاء الله سبحانه وتعالى قال في الآية كده العدل، لكن في الخمر بيمشي بيسكر. كانوا يؤمنون ببعض الكتاب وباقي الكتاب ده بيؤمن عرض الحائط. فشباب أنا 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 حأفتح، أنا حأفتح لأي زول، أنا حأفتح دعوات أي زول. ده مرحب بيو. ألو، السلام عليكم يا حبيبنا. أهلا وسهلا كيف يا أستاذ؟ تمام، صباح الخير عليك ولا مساء الخير عليك؟ أنا كويس جدا وأشكرك، وإن شاء الله أنت كويس. الحمد لله. أنا متابع اللايف بتاعك، جميل جدا، وحبيت ان ادخل معك، فيا ريت لو تديني فرصه. لا تفضل طوال. اي انا حقيقه مبسوط، ونحن بينا هي في ال 56 لحد يوم الليله دي الشعب السوداني كله هو الدافع الثمن في كل حكومات الماضي. يعني مش الشعب السوداني، سواء كان في الشمال كان في الجنوب ولا كان في الغرب ولا اي حاجه، النظام هو الرئيسي للعزم السودانية اليوم. السبب واحد، خط مود الدين اسلام مسيحي شنو دي خطة للجم، ما عايزين نذكره. الشعب السوداني قبل ما يكون دي شعب ما ينفوق كلام. من 56 والسؤال بطرح نفسه، هل السودان ده اخذ استغلال سيادية؟ ده واحد. وانت عارف مارك. والحمد لله. الله يبارك فيك. بالنسبة للموضوع بتاع العلمانية وما العلمانية وكده، طبعا يا أستاذ الفاضل، الصراعات دائما هي صراعات نفسية في الغالب، صراعات نفسية، صراعات اجتماعية، لكن يتم تغليفها بغلاف ديني أو بغلاف فكري أو بغلاف أنا عشان أختصر لك مشكلتكم أنتم في السودان شو؟ المشكلة في السودان يا أستاذ الفاضل هي مشكلة هوية، مشكلة بتاع مجتمعات
ذات ثقافة عربية أو دم عربي، ومجتمعات ذات ثقافة إفريقية ودم إفريقي. كويس، السودان بتاعك ده مكون من مجتمع عربي ومجتمع إفريقي. طيب المجتمع العربي ده عنده ثقافة وعنده قيم وعنده مفاهيم وعنده يعني منطلقات وكده، ونفس الحكاية المجتمع المجتمعات الإفريقية في أمريكا، النوبة، الإنجسنة، ناس دارفور. المشكلة زي ما قلت لك هي مشكلة نفسية، مشكلة نفسية. هم مثلا شنو الخلى مثلا عبد العزيز الحلو يتمرد؟ شنو الخلى جون قرن ذاته يتمرد؟ قبل ما تجي أفكار العلمانية وأفكار الشيوعي والكلام ده كله، هي في الناس زي ما قلت لك ده طلاء وبوهية لمشكلة نفسية كده. معلش بتعيشها. معلش يا صالح، انا بس ارد لجمال ده. يا جمال انا ما شلتك برا، يا جمال انا ما شلتك برا، شكله الشبكه منك. يعني شبكتك ضعيفه، او لانه انا فجاه لقيتك برا، فرسل دعوه. انا ما شلتك برا واحترم رايك. يعني اتفضل يا صالح. طيب ما مشكلة، رجعه بعد ما أنا أخلص معك، بس أنا حبيت أوصل فكرتي يعني، لأنه هي طيب يا مسألة زي ما صالح، قلت لك. يا صالح ده يرزقلك سؤال بس. ما الناس دي كلها بتتكلم على الديمقراطية. الديمقراطية هي شو؟ الديمقراطية هي إنه الناس تتشاور مع بعض. يعني لا، الديمقراطية إحنا اللي قبل بتكلم ما عنها دي، نصلي الديمقراطية، أنتوا بعيدين من مسألة. أنا قاعد أقول لك الموضوع ما موضوع ديمقراطية ولا لا ما احنا ديكتاتور. نمسك الكلام الأسي على الحايم ده كده، احنا نمسك في كلامه ده. الديمقراطية بتخش دي ما نتائج، دي نتائج بتاع الصراع. انا قاعد اقول للسودانيين دائما، انا طبعا انسان من جذور اريتريا وعندي اهلي برضو يعني معاكم في شرق السودان، احنا عندنا نفس الازمه بتاعكم دي يا اخواننا. احنا في اريتريا عندنا مجتمع مسيحي ومجتمع مسلم. كويس، المجتمع المسيحي ده عنده ثقافه وعنده دين وعنده لغه، بيحاول يفرض هويته المسيحيه وثقافته بتاعت الحبش علينا، ونحن اقرب ليكم انتم من ناحيه الثقافه ومن ناحيه الدين ومن نواحي كثيره. فهمت علي؟ طيب الصراع الموجود في اريتريا نفس الصراع الموجود في السودان، عشان كده دائما انا بحاول بتدخل مع الشباب السوداني. المشكله المجتمعات السودانيه الافريقيه يا اخواننا قاعد تحس بانه انتم قاعد تتعاملوا معاها بفوقيه. هي مساله نفسيه فقط. هذا الشخص ليه حمل السلاح؟ ليه اتمرد؟ لانه حاسس بانه انت قاعد تعامله بفوقيه. انا بنفس الحكايه مثلا في اريتريا، ليه مثلا عندي مشكله مع الدوله ومع النظام؟ لانه حاسس الحبش المسيحي ده قاعد يعاملني بفوقيه ويحسسني انا ندونه. طيب نحن قاعد نقول يا اخواننا انتوا كده. اول حاجه، هذه المجتمعات الافريقيه المعامله اليوميه، المعامله الحياتيه، المعامله في الحياه، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، يعني لا. الو، جمال كيف جمال؟ جميل، انا ما شفتك بالمناسبه. يعني نفس الاشكاليه اللي عندك، نفس الاشكاليه اللي حصلت لصالح معلش اخويا معلش معلش معلش. برضو. اي الميم، انا كنت بتكلم عنه مشكل السودان معروفه، جذور المشكل هو معروفه. كويس، فنحن لما نكون عايزين نوصل رساله، عايزين نوصل لكل الشعب السوداني بدون كده مود الدين والرسول قال طيب يا النبي جمال، قال. ما يا دقيقة دقيقة جمال دقيقة 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 بس أنا أوصل الرسالة. تفضل. الشعب السوداني كله ما عنده اختلاف، فإذا أنت ما السودان ما مستغلة تحت الحكم المصري تحت المظلة الجامعة العربية، يبقى أن الشعب السوداني هيعيش في العزمة، في العزمة. أوكي، ده واحد. من 56 لحد يوم الليلة ده، المؤسسة الحكومية في مركز وريني الاجازات العماله، ما هو حارب الجنوب من اول يوم لحد ما الجنوب فصلت، كتر شعب النوبه ليوم الليله، شعب النيه ندرت وشعب الدرفور. طيب يا صالح، عندك ليه سؤال يا ليه صالح، ليه يا ليه صالح ليه 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 ما الحرب يكون في الشرق، يكون في الوسط، يكون في ليه؟ اللي طيب في يا مناطق جمال، الناس اسالك السود يا والسكان جمال، اسالك العظيم. سؤال يا جمال، ده اثنين، يا دقيقه جمال دقيقه ده انا اقول لك حاجه، دقيقه دقيقه، عشان ما نقعد نلف ونمشي وكده. السلاطين اللي عملوه حكومه كل السلطان عمل استفتاء مع منو؟ الدستور اللي عملوه الدائم ده في السودان من 56 لحد يوم الليله دي، عمل استفتاء مع منو؟ وده منو الشعب اللي بيجي بيقول انه عادي يعمل استفتاء في المانيا؟ المانيا تفرق في كويس دول، يا السودان كله يا السودان يفصل، ليه ما ماشي الجنوب؟ ده الحل، ما فيش من استفتاء. انت من 56 ما عملت استفتاء، طيب انت يا ما جمال، عملت استفتاء. يا جمال ما دقيقه دقيقه خليني افهم كلامي، ما ما لعبت تختلف. الفرصة يا جمال،
لا لا انا ما قطعتك، انا عندي يدين عين ليه؟ اي انا ما انا انا مشكلتي في ناس بتتكلم اللغه كده لغه غريبه وعجيبه. انت المفروض تسال سؤال بنفسك. اسمعني يا جمال، يا جمال نعم اسمعني يا جمال نعم انا معك اسمعني. يعني انت مع العلمانيه صح؟ بالواضح العلمانيه لو ما طبقها في السودان، السودان هيفرتك حته حته. طيب يا جمال، طيب يا جمال اشياء ثاني، اشياء ثاني ما في عيش من استفتاح. يا جمال اسمعني سريع يا جمال، من حقك تقول انك عايز علمانيه، من حقي انا ما سوداني، ولا انت شاكي في انه انا سوداني؟ انت سوداني ولا سوداني؟ انا سوداني. انا عايز اعبد القمر، انا لا انا جزء من الناس دارين نعبد القمر، احنا كلنا ما عايزين ذاته العلمانيه، ولا دارين دين اسلامي ذاته، ولا عايزين مسيحيه، دار اعبد القمر ده بس. تمام طيب كلنا بنتكلم على الديمقراطية، يعني انت بتتكلم على انه الكيزان 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 كانوا بيقتلوا بيسووا، مين اللي كان قاعد مين اللي كان قاعد يقاتل في جبال النوبة؟ مين اللي كان قاعد يقتل اخوانك في جبال النوبة؟ ما هم الناس انت نفس الناس الاسي انت قاعد تتفاوض معاهم، ولا كان بيقتل لك عمر البشير براو بيطلع من الغصر الجمهوري شايل الدبابة بتاعته قاعد يقتل؟ ما هو عبد الفتاح ابراهام ده كان قاعد يقتله بذاته؟ نعم فما ما ما يعني ما نتعالى على ابناء الشعب السوداني انه وبنصف انه الشعب السوداني هو اللي كان بيقتل في جبال النوبه. حميدتي والبرهان كانوا من الناس اللي بيقتلوا فيه، قعدت معاهم اوكي تمام. نفس النقطه اللي بعديها، نفس النقطه اللي بعديها، كلنا بنتكلم على الديمقراطيه. الديمقراطيه دي انه ما تفرض على الزول الثاني الحاجه اللي انت دايرها، صح ولا انت ما ولا انت ما تمام بالديمقراطيه ذاته؟ تمام انا معك تمام. طيب الشعب السوداني اللي هو 40 مليون نسمه، الشعب السوداني ده قالوا 40 مليون نسمه، ما من حقه يختار داير علمانيه ولا عايز يعبد القمر ولا داير يعبد الشمس ولا سياسه رجاله؟ انت طرد الرجاله ما طردها. المرحله دي اسمها الدين عليها، لان الشعب السوداني لسه ما يتعلم الديمقراطيه، عايش في الجحنم. يعني انت داير تفرض على الشعب السوداني، لانه الشعب السوداني ما فرق ما فرق الشعب السوداني، الشعب السوداني الشعب السوداني لما يصغر، لما يلقى الحق المواطنه ويعيش ويتعلم ويكون في اندماج قانوني، يكون ده حق المواطنة، بعد 10 سنين 15 سنين هو اللي بحدد ان الديمقراطية يكون شكله ايه. لكن في وقت الحالي انا بقول لك سألتك سؤال مباشرا، قلت لك من 56 انا سألتك يا استاذ، سألتك وهي ذول قاعد يطمئن وسام كلامك كويس، قلت لك من 56 ما اخذنا استغلال، ما اخذنا استغلال، نحن تحت الحكم الجلابة في تاب مصر، مصر هو السبب الرئيسي في دي. واذا عايز تعرف السبب ليه، انت قاعد في خرطوم، شوف اندرومان في اماكن مميزه، من هم الذين يسكنون في اندرومان؟ هل السودانيون ولا مصريون؟ والله في سودانيين وسط الخرطوم على المغرن. ما دقيقه ما تقطع كلامي، ما دقيقه، الاماكن المميزه في العاصمه السودانيه الخرطوم، المغرن وشارع النيل وبلديه وقصر الجاموري وقيادة العامة وشارع الحرية، كل جنب الخرطوم ده، من الذين يسكنون؟ هل السودانيين ولا مصريون؟ بحري، من هم الذين يسكنون في محلات مميزة في مناطق الولايات؟ من هم الذين يحتلون؟ يا أخونا يا أخونا ما في عيش مستفتاح. أنا مليت دعوة، برهان عمل مشكلة، دعم المشكلة من ناحية الشعب السوداني، هو عايز استقرار. لو نحن من الصغير نلقى حكومة نؤمن يكون في قانون والجيش واحد والشعب واحد، بعد ده الشعب يقدر يغرر، بعدين هم يكون شنو؟ لكن المؤسسه شغلت شغال بوكاله. لا لا دقيقه يا اخوي، اقوم كل حكومات شغال بوكاله، اي حاجه اذا عمل في السودان ما عمل بديمقراطيه، وما تجي تقول لنا في ديمقراطيه، ديمقراطيه ما عندنا، ما هسه خلاص. انت عين 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 يا جمال، انت كلامك ده شفت، معليش يعني مع احترامي لك هشبه كلامك ده بكلام الكفار زماني، الكفار زماني في قريش، الناس اللي كانوا قاعدين في قريش لما جاءوا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم مشكلة مع محمد، يعني ما قالوا محمد ده كذاب، ولا قالوا محمد ده زول دجال، ما قالوا الكلام ده. لما قاموا سألوهم قال لهم انتوا يا اخي محمد ده بتقولوا زول صادق وزول امين وزول ما كذب قبل كده، طيب ما اتبحتوا ليه؟ الكفار انت عارف قالوا شنو؟ كفار قريش قالوا لك الاتي، لك اسمعوا يعني، قال له يا اخي نحن لقد وجدنا اباءنا، يعني انا قمت لقيت ابوي قاعد يسكر،
أبوي قعد يقتل، أبوي قعد يغتصب، لقد وجدنا آباءنا في كفرهم يعمهون.